إنما بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف الأسلوب العظيم، حصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، أسلوب النفي. ما أرسلناك يا محمد إلا رحمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان رحمة عليه الصلاة والسلام في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، في سنته، في تعامله مع أزواجه، مع أولاده، مع المسلمين جميعا. يأتي الأعرابي ويجذبه جذبة شديدة تؤثر في صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتفت وهو يبتسم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ويطلبه الأعرابي شيئا فيقول، يأتيه ويعطيه من مال الله عز وجل. هذه هي الرحمة. يأتيه ملك الجبال فيقول، دعني أطبق عليهم الأخشبين، فيقول، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. لم يكن منتقما ولا جبارا ولا عنيفا ولا صخابا، وإنما كان رحمة. لم يكن لعانا ولا طعانا ولا بادئا بالأذى ولا مجازيا به عليه الصلاة والسلام، وإنما كان رحمة للعالمين. فأين أتباعه اليوم من هذه الرحمة؟ أينما يسود بين المسلمين من الأذى والعنف والتقاطع والتدابر وسوء الظنون بين المسلمين والانقسامات وسفك الدماء والتناحر، أين هو عن الرحمة؟ ألستم أتباع نبي الرحمة؟ ألستم أتباع من كان رحمة وأرسله الله رحمة؟ أين الذين يحملون السلاح على المسلمين؟ ما جوابهم حينما تكون البعثة كلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وحينما يأتي إنما بعث رحمة، وحينما يقال له في قتل المشركين وفي النيل منهم، وحينما بلغ من المشركين ما بلغ من الأذى، يأتي عام الفتح ويقول، ما تظنون أني فاعل بكم. هنا يأتي دور العظماء، بل أخلاق النبوة. أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا أن نعيش الرحمة في حياتنا، في مجتمعاتنا، في دعوتنا. أين الدعاة إلى الله المحتسبون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، عن الرفق بالناس وعن الرحمة بهم مهما أصيبوا؟ لم يصب أحد بأشد مما أصيب صلى الله عليه وسلم. فأين أتباعه من الاقتفاء؟ لم يبعث عليه الصلاة والسلام معنفا. الذين يسلكون سبيل العنف في الدعوة، في الحسبة، في الجهاد، بدعوة الجهاد، أين هم عن هذه القيم وهذه الأخلاق؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله عليه وسلم ما غفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.